يسعد صباحكم بكل الخير وبكل المحبة بكل السعادة وبكل الأمل بنهار جديد بنبدأ معكم ببرنامج فلسطين للصباح. اليوم الثاني من شهر أغسطس والخميس أكيد آخر الأسبوع نهاية الأسبوع. صباح الخير يا نورة. يسعد صباحك على أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا لمشوار جديد وحلقة أخرى من فلسطين هذا الصباح. لما حكيت الثاني من آب تذكرت معقولة تشتي بآب يعني وهالطقس اليوم بدل إنه فعليا ممكن تشتي بآب وبأس الصيفية. يعني في تخمين في توقع في توقعات صحيح إنه صحيح. يكون في أمطار خفيفة في ساعات الصباح اليوم وبكرة. يعني أكيد هاي نعرفها أكثر معاك نورة. صحيح، هاي من ضمن الزوايا الثابتة مشاهدينا يلي رح نبدأ مشوارنا الصباحي ونتحدث عن حالة الطقس الأجواء لهذا اليوم الخميس وأيضا الجمعة هي عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة أكيد محطتنا من محطاتنا اللي بنبدأ فيهم كمان دائما هي قراءة في الصحف المحلية ويتبعها أيضا أبرز معلومات الصحف الإسرائيلية لهذا الصباح. محطات منوعة ويوم أكيد بنتمنى إيجابي للكل، ختام أسبوع مميز وأجواء ممتازة يا نورة، يعني إذا اللي بده يطلع رحلة وجولة مع العائلة بختام الأسبوع يعني لا ما هو هيك، ما هو من هان للظهر بيضلوا يعني خفيف فدرجات صحيح. الحرارة مش هتكون عالية أكيد. بمحطتنا الأولى وكالعادة رح نتعرف على أبرز وأهم فقرات برنامجنا لليوم. في المحطة الأولى، هل الزوجة مسؤولة عن أناقة زوجها؟ نناقشها في محطتنا الأولى. ومن غزة عدوا لنا الزملاء فقرة مسجلة عن سوق الزاوية التاريخي في غزة. من محطاتنا نتحدث عن الدورات التنشيطية التي عقدت للأطباء الأسبوع الماضي. وإلى مبادرة طلابية ومهرجان أرفش الخيري. صباح الرياضة والنشاط بمحطة خاصة مع المدرب معتصم نوارة. واستمرارا بالمخيمات الصيفية وهذه المرة من القدس ومخيم صيفي نادي دلسال القدس. أكيد مشاهدين هذا بالإضافة لنافذتنا المباشرة هالصباح بتطل علينا زميلتنا سلام المشرقي بنافذة خاصة من جولة في حيفا القديمة رح تسحبنا فيها بختام مشوارنا الصباحي لليوم. محطات منوعة أكيد وضيوف مميزين إن شاء الله حيكونوا معنا بهاليوم الصباحي. فاصل وبنكون مع حالة الطقس ونورة. فيكم مشاهدينا من جديد لدرجات الحرارة والحالة الجوية لهذا اليوم الخميس الثاني من آب، حيث يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2 إلى 3 درجات مئوية. وتكون الفرصة هذا اليوم ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة
إلى ناشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. أما الأجواء هذه الليلة فتكون غائمة جزئيا إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة والبحر متوسط ارتفاع الموج. أما بخصوص يوم غدا، الأجواء يوم الجمعة تكون غائمة جزئيا أيضا، وتبقى الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. مشاهدينا، ننتقل لدرجات الحرارة العظمى اللي من المتوقع تكون اليوم في محافظات الوطن. أبدأ من العاصمة القدس 26 درجة مئوية، إلى رام الله 24 درجة مئوية، ترتفع في نابلس ل 28 درجة مئوية، وفي طباس 30 درجة مئوية، في جنين 30 درجة مئوية، طول كرم 29 درجة، أيضا في قلقيلة 29 درجة مئوية، سلفيد 26 درجة مئوية، ترتفع في أريحة العظمى هذا اليوم ل 37 درجة مئوية، وبيت لحم 26 درجة مئوية، وأخيرا مع الخليل 25 درجة مئوية. أنتقل للمحافظات الجنوبية، أبدأها من غزة، ترتفع العظمى ل 28 درجة مئوية، دير البلح أيضا 28 درجة مئوية، خان يونس 29 درجة مئوية، وأخيرا مع رفح 29 درجة مئوية. أما درجات الحرارة مشاهدينا العظمى في بعض العواصم العربية والعالمية. مشاهدينا، من بعد الاطلاع على هالأجواء كيف رح تكون ليوم الخميس والجمعة، بنتمنى لكم قضاء نهار ممتع إن شاء الله، وأيضا قضاء عطلة نهاية أسبوع دافئة بهذه الأجواء الغائمة جزئيا برفقة العائلة. أنهي هذه الجولة وأعود لزميلي علاء. شكرا يا نورة. مكملين احنا بمحطاتنا الصباحية، وإلى محطة الصحف المحلية الحياة الجديدة القدس والأيام بعد هذا الفاصل. محطتنا المعتادة اليومية حنكون معكم بأبرز ما جاء في الصحف المحلية الحياة الجديدة الأيام والقدس، ونبدأها أكيد مع الحياة الجديدة. وبأولى أخبارنا، السيد الرئيس يصادق على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية. بخبرنا التالي، العليا الإسرائيلية تؤجل قرارها بشأن الخان الأحمر 5 أيام. والمخابرات العامة يفشل محاولة تسريب أرض محاذية لمستوطنة بوركان. على الحياة الجديدة أيضا، العثور على جثتين لشاب وفتاة بالخليل ومصرع 3 مواطنين في حوادث متفرقة بالضفة. إلى صحيفة الأيام وبأولى أخبارها، افتتاح مشروع استيطاني جديد جنوب الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة رافقتها حملة اعتقالات. وعلى الأيام أيضا، وفد أمريكي ضم مرشحا سابقا للرئاسة يشارك بتدشين حي استيطاني جديد قرب بيت لحم. 100 حالة تسمم في بيت فوريك شرق نابلس، والصحة تحقق.
وعلى الأيام أيضا منظمات حقوقية. إسرائيل رفضت أكثر من 800 طلب للخروج من غزة منذ مطلع العام، بينهم مرضى مصابون بالسرطان. على صحيفة القدس وبأولى أخبارها، اعتقال خالية من مخيم الجلازون بدعوى إطلاق النار تجاه بيت إيل. مواجهات في الخليل ونابلس وتجريف 12 قبرا في مخيم العروب. القاهرة تتجه إلى إجراء تعديلات على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة. وجاء على القدس أيضا، ليبرمان يمنع مجددا إدخال الوقود إلى غزة. بآخر خبر ومن الأخبار المنوعة، المؤتمر الدولي للروبوت 2018 في بكين يسلط الضوء على الإبداع وتبادل المعلومات. كانت هي أبرز أخبار الصحف المحلية لهذا الأسبوع بالمحطة الدائمية أو الدائم عفوا. نورا، مكملين معك أكيد البرنامج. يعطيك العافية علاء. ومشاهدينا، من بعد الاطلاع الجودي لأبرز ما جاء هذا الصباح في الصحافة المحلية، منواصل قراءة عناوين الصحافة الإسرائيلية مع زميلنا فايز عباس من بعد هالفاصل. خليكم معنا. يسعد صباحكم من جديد، ومستمرين بمحطاتنا الإخبارية ببداية برنامجنا كالعادة. هالمحطة راح تكون مع الخبير في الشأن الإسرائيلي الزميل فايز عباس. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير نورا، صباح الخير للمشاهدين. الخلافات بين الطائفة العربية الدرزية وحكومة إسرائيل ما زالت تتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية بسبب قانون القومية، وهناك اقتراح من حكومة إسرائيل يبدو أنه مقبول على البعض من قادة الدروز، ولكن هناك من يعارض هذا الاقتراح ويطالبون بالمساواة الكاملة وليس بإقرار قانون معدل بخص
لا، ويخص الدروز والشركس فقط ومن يخدم في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. نبدأ في صحيفة معريف العنوان الرئيسي كما ترون أيضا على الشاشة، نتنياهو يعانق الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة العربية الدرزية خلال لقاء معه. وبالأمس كان هناك اجتماع استمر حتى ساعات متأخرة من الليل في مقام الخضر في كفر ياسيف. معريف تقول الحل الوسط والخلاف. قادة الدروز اجتمعوا أمس لبحث اقتراح نتنياهو لإنهاء أزمة قانون القومية. الشيخ والاقتراح طبعا كما قلت يعني أنه يعطون مساعدات كبيرة، إيجاد حلول للسكن، وأيضا إقرار قانون يميز الدروز والشركس عن غيرهم ومن المواطنين في إسرائيل. الشيخ موفق طريف يقول هذا قرار تاريخي وآمل أن يقر. لكن هناك من يعارض هذا القانون، وقال أحد هؤلاء هذه بسقة، بسق يعني نتنياهو بوجه كل درزي. احتجاج الجنود، التقديرات في الجيش الإسرائيلي أن موجة الاستقالات قد أوقفت يعني، ولكن هناك تخوف في الجيش إذا لم يتم إيجاد حل لمشكلة القانون القومية وموقف الدروز منه، تخوف من أن يقوم عدد كبير جدا من الجنود الدروز بترك الخدمة العسكرية. عضو الكنيسة صالح أسعد من المعسكر الصهيوني والذي قدم التماسا مع آخرين عضو كنيسة آخرين من الأحزاب الصهيونية أيضا دروز وانسحبا بعد اقتراح نتنياهو من الالتماس، عبر عن أسفه لانسحابهما ويقول أنه سيواصل الالتماس في المحكمة العليا لأن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للدروز، واقتراح نتنياهو غير مقبول عليه. الإدارة الأمريكية كما قالت القناة العاشرة الإسرائيلية طلبت إيضاحات من الحكومة الإسرائيلية حول قانون القومية. طبعا مكتب نتنياهو نفى ذلك، وإنما يدعي مكتب نتنياهو أن كانت هناك لقاء بين رئيس طاقم مكتب نتنياهو والسفير الأمريكي في تل أبيب وتتحدثا في مواضيع عدة ومنهم موضوع القومية. أردوغان ضد تهديد ترامب لتركيا، ويقول ترامب، طبعا ترامب هو يرفض، قرر فرض عقوبات على عدد من الوزراء الأتراك لرفضهم إطلاق سراح كاهن معتقل منذ حوالي عامين. ويقول أردوغان عن ترامب عقليته المسيحية الصهيونية الأفانجاليست يعني الإنجيلية. والكاريكاتير اليوم في صحيفة معريف هو ميتو، هذا قانون شكل الكنيسة يعني ميتو المعروف عن الهاشتاج هذا اللي كان في كل العالم، النساء ضد الاعتداءات الجنسية على النساء، بس هو أعتقد أنه هذا بيتعلق في قانون القومية. وهناك الدروز والمسلمين والمسيحية وغير اليهود يعني باختصار كله، أنا أيضا. ننتقل إلى صحيفة إيديوت أحرونوت، نفس الصورة، العناق بين نتنياهو والشيخ موفق طريف، والعنوان يقول عاصفة قانون القومية في الطريق إلى الحل الوسط. رؤساء الطائفة الدرزية بحثوا حتى ساعة متأخرة من الليلة اقتراح نتنياهو. قانون القومية لن يغير به شيء، لكن الكنيسة ستؤكد على موقع الدروز بشكل منفرد وسيحصلون على رزمة من المساعدات. إقامة خيمة الاحتجاج في ساحة رابين في تل أبيب، وتم توزيع المناشير عشية المظاهرة الكبرى بعد غد السبت في تل أبيب. رؤساء الطائفة أعربوا عن قبولهم لاقتراح نتنياهو، لكن لم يكن الجميع
راضين عن هذا الاقتراح وقالوا نريد المساواة الكاملة وليس المعروف. يعني نتنياهو بعمل المعروف وسنواصل التظاهر. عشية السنة الدراسية نقص في المعلمين وأزمة على مستوى إسرائيل. مسيرة مثليي الجنس اليوم في القدس وسط تهديدات من قبل المتطرفين ضد المثليي الجنس. وهناك خبر مثير يعني حول البطيخ في إسرائيل، وفي هناك محاولة، علماء يحاولون إنقاذ البطيخ بعد شكاوى كثيرة أن البطيخ هذا العام لم يكن له الطعم المعهود ولا الرائحة. العلماء في معهد بولكاني للزراعة بدأوا يعملون على إعادة البطيخ إلى أصله كما تقول يدعوت أحرنوت. ليبرمان يوقف الوقود إلى غزة بعد مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. طبعا إغلاق المعبر أمام الوقود إلى غزة. وحتى إشعار آخر، يعني هو لم يحدد الوقت، والكاريكاتير اليوم في صحيفة ديوت أحرنوت نتنياهو على في على أمام مدخل لنادي مكتوب عليه نادي القومية. مين الحارس؟ ليبرمان. ليبرمان كان يشتغل هو برضه بودي جارد في النوادي الليلية، وعلى على الباب مكتوب حفلة مغلقة للمدعوين فقط. هسه جايين الدروز بدهم يفوتوا، هسه نتنياهو بقول لا ممنوع تفوتوا انتوا، ولكن ما تهتموا، قريبا سننظم حفلة للأقليات أيضا. يعني هنا هذا الكاريكاتير بيقول لنا نتنياهو إنسان فاشي عنصري بكل معنى الكلمة. النوادي الليلية اللي ما بدهم يدخلوا إن كانوا وجه شرقي أو عربي أو أثيوبي أو أفريقي، بدعوا إنه هاي حفلات خاصة وبمنعوهن يدخلوا. هنا نتنياهو قانون القومية خاص باليهود، لذلك ولا يريد إدخال الدروز إلى هذا النادي. ننتقل إلى صحيفة هآرتس اليوم. صحيفة هآرتس: نتنياهو يهدد إيران إذا ما حاولت إغلاق باب المندب، وإسرائيل ستكون جزءا من الائتلاف الدولي ضدها. الولايات المتحدة ترفع حدة التوتر مع تركيا وتفرض عقوبات عليها. ميري ريجيف في الصورة هون، في الصورة تشاهدون الصورة، الوزيرة ميري ريجيف وزيرة الرياضة والثقافة، ما عندها ولا ذرة ثقافة بالمناسبة. تخيلوا كم واحد بحرصها لافتتاح مقر تراث اليمنيين في سلوان. يعني كيف يعني كل ما حدا بده يجي من المسؤولين يعني لازم تكون عليه هاي الحراسة. يعني المحكمة العليا: السؤال ليس إذا كان الخان الأحمر سيهدم، وإنما إلى أين سيتم إخلاء سكان المنطقة. القضاء طالبوا الممثل النيابة بإعداد خطة خلال 5 أيام إلى أين سيتم إخلاء سكان الخان الأحمر. يعني التأجيل هو ليس التأجيل يعني لإيجاد حلول أو لوقف عملية الهدم والإخلاء كما تقول صحيفة آرتس أو كما قال القضاء في المحكمة، إلا إلى أين سيتم نقل هؤلاء السكان. الرئيس الأسد يقترب من الانتصار، ومن المتوقع أن يتوجه إلى آخر معقل للمتمردين، ويعني الأخير والكبير في إدلب. قريبا سيتم إطلاق سراح مئات السجناء في إسرائيل بسبب الاكتظاظ داخل السجون، لكن هذا الأمر لن يشمل الأسرى الأمنيين أو السياسيين الفلسطينيين. والكاريكاتير في صحيفة هآرتس اليوم، هنا رئيس حزب العمل أبي جاباي وعضو الكنيسة إيتان بروشي. إيتان بروشي هناك شكاوى ضده بالتحرش والاعتداءات الجنسية
على حتى اعتدى على جنسيا على عضوة كنيسة معاه في الحزب. وقباي بتلفن وبقول احنا عالقين مع بروشي هذا، يعني مش عارفين شو يعملوا فيه، ويرفض الاستقالة ولا احد يستطيع اجباره على الاستقالة من الكنيسة او من الحزب. يمكن طرده من الحزب لكن لا يمكن طرده من الكنيسة. الى هنا ونلتقي الاسبوع القادم على ما يبدو انه الطقس، يعني شوف الاعداد كيف بترفرف، يعني الظاهر انه الطقس بارد وفعلا بارد، فيها يعني نسمة هواء باردة ممتازة. يعطيك العافية أكيد على هالجولة والقراءة الأبرز مع عملات الصحفية الإسرائيلية. نراك الأسبوع القادم بمحطة صباحية أخرى. ومشاهدينا مشوارنا الصباحي بيبدأ هلأ بفقراته المنوعة، لكن هلأ منروح لفاصل من أكيد فاصل ونكمل بباقي محطات برنامجنا. مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا، اكيد عم بتشاهدونا لنبدا هذا المشوار الصباحي بفقرات المنوعه برفقتكم. اولى محطاتنا لهذا الصباح تحت عنوان هل الزوجه مسؤوله عن اناقه زوجها؟ كثير من النساء علاء بتعتقد انه اناقه الزوج هي من مسؤوليتها، تقع على عاتقها هذه المسؤوليه. والرجال كمان بيطلبوا من هاي الشيء، من هاي الشغلة البعض من الرجال الجميع اكيد، فبتبدا تهتم اكيد بالاناقه من حيث القمصان، الطقم، الاواعي، وحتى ايضا الانواع العطورات الخاصه اكيد بالرجال. البعض الاخر بيعتبر انه هالمسؤوليه هي خاصه فيه والاتكاليه هي فقط مسؤوليه الزوج. بنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا بالاستوديو دكتور محمد بشارات خبير تنميه بشريه. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين الكرام. يسعد صباحك دكتور صباحك محمد. موضوع جدلي، وبتعرف قديش العلاقات الأسرية بالذات خاصة ما بين الأزواج الجدد
موضوع التفاصيل الصغيره مثلا مثل اللبس، الالوان، العطر، هاي الرتوش، ولكن بتعمل قضيه ايجابيه بالاول، خلينا على الايجابيه، وبتعمل بعض المشاكل بالاخر. شوف احنا الجدد والقدامى نفس البعض. من شاب على شيء شاب علي. انا زوجتي الصباح عم تقول لي ايش الموضوع، فقلت لها والله هيك، لا تفضل هي بدنا نشوف بدك تحكي. اول شيء يسعد صباحكم. يسعد صباحك. لا شك انه بتحدث عن موضوع، تحدث موضوع كثير مهم بصراحه، يعني ليس سهلا، يعني انا بتحدث عن سمو العلاقه ورقيها ما بين الازواج ابتداء، لانه بالنهايه الموضوع جدلي صحيح وخلاف ما بين الازواج، ولكن خلاف توافق اكثر. يعني بمعنى اخر لو انا بتجي لي شو الافضل، الافضل الشراكه دائما احنا بنقول، لانه الزوجه دائما لها نظره تختلف عن نظره الرجل على فكره للمعلومات. واغلب الدراسات لما تتحدث عن نظره المراه هي اكثر نظره للالوان، هي اكثر قدره على تمييز الالوان من الرجل على فكره. لسه كنت احكي فيها وحتى كمان الالوان، بعرفش الا الوان الطيف السبعه كثير جديد اكتشفت ثلاث اربع الوان جديده اللي هم الجنزار. لا لا انا الجنزار جديد اكتشفته. البرج والفستق والفستق لا في لونين كثير. شوف المرأة هي عالم الألوان وهي عالم العطور، فإذا الرجل بده يحط عطر ما يشموش لحاله. يعني لأنه في النهاية أنت بتضع العطور أو بتضع اللبس حقيقة بدك العين التي ترى. يعني أنا ماشي أوكي بلبس اللبس وبنتبه على لبسي، لكن صدقا الزوجة لها لمساتها الخاصة. بعض الرجال للأسف الشديد بيميل أنه هاي خصوصية، أنا بشوفها لا مش خصوصية، أنا بشوفها شراكة. لانه انت في النهايه ليست انت مش شاب زي ما كنت في البيت لوحدك اعزب بتلبس اللي بدك اياه، بتكون مرات باغلب شبابنا مش فارقه معهم القصص. لكن لا في العلاقات الزوجيه الموضوع مختلف تماما، لانك انت تمثل اسره، انت تمثل الصوره النمطيه لهذا البيت، فالزوجه بتكون على فكره شديده الحرص على هذا الموضوع، ولمساتها لابد ان تكون موجوده. على عكس احنا بنلوم دائما على اهمال بعض الزوجات لما بتهمل في حق زوجها لبسه، لانه احنا بنطلع على لبس الزوج عفوا بنشوف انه الزوجه اما مهتمه ام غير مهتمه. صحيح. مكوي مرتب. يعني جميل. انا اشوف الكوي اليوم اتطور برضه، حتى مش ما نغلبش الزوجات اليوم في مكوجيه حبيبي الواحد. لا لا بعدين كمان التلبيق، التلبيق بين بالضبط يعني على القميص على البنطلون، هو التنسيق الالوان. صحيح. هو اللبس، هو امتى يلبس شو يلبس، حتى مرات بتكون يعني بتجي تقول انت هاي لبس لبستها لفضائيه فلسطين، لا ما تلبسها نروح للبس الثانيه، خلينا نشوف السبور اليوم. جميل. خلينا نروح نطلع. هذا الجزء من الشراكه جد بتخليك انه انت بتشوف انه في حدا بيطلع عليك كزوج ابتداء، وبحكي بشكل شخصي، تشعر من نوع العلاقه والشراكه انه بتهتم بكافه تفاصيلك، وهذا جزء رائع. احنا دائما نقول بنلوم على الازواج اذا كان هو من النوع اللي بيروح لخصوصيه، انا ما بشوف حقيقه في خصوصيه بهاي الاشياء تحديدا ما بين الزوج والزوجه، على العكس انا زوجتي بتلبس لي لبس اللي انا بحبه إلها واللي بحبه عليها، لانه انا بقول لها هذا حلو عليك، هذا اللون انا ما بحبه عليك، رغم انه بجوز هي شايفته عليها حلو، لانها في النهايه لما التشاركيه هذه في العلاقه. شكرا. البعض يشعر بالخجل لما يكون واضح عليه اهتمام مرته زوجته فيه زياده عن اللزوم، يعني اذا احنا مش معتادين عليه انه يلبس هاللونين مع بعض وشفناه لابسهم، قد يشعر بالخجل لما البعض بلاحظ انه مرته اللي لبسته اليوم. شوف احنا مجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي ما زال لحد الان غير قابل لهي القصص، يعني المجتمعات الشرقيه بالعاده هي مجتمعات مغلقه، مجتمعات ما بتقدر تتواصل معها بالطريقه التفصيليه، وبتشوف الخجل زي ما تفضلتي انه بمعنى اخر انه لا والله مرته، عفوا لسه في عندنا مصطلحات مرفوضه، مرته حاكمته. هو القصه رقي، احنا من قاعدين بنكسر هذا الجدار اللي هو الثقافه المجتمعيه القديمه اللي مرتبطه باشياء سلبيه، منها قضيه انعدام الشراكه. لا احنا لابد ان يكون في شراكه، نخرج من عالم الخجل الى عالم التوافق والمحبه. على العكس احنا نوصل لمرات في موضوع اللبس قضيه الالوان وانسجام الالوان، انه احنا مرات بنشوف بعض الشباب والاصدقاء انه لون جديد عليك، يعني ومرات بنشوف بعض الاصدقاء والله زوجته مش مهتمه فيه، ببين عفوا يعني انت ببين عليك واحد لابس الاسود طول حياته، يعني كثير والله. بتعرف دكتور صدق. كنت احكي بهي الشغله تحديدا، يعني النمطيه لدى الشباب اللي تعودوا عليها مثلا زي ما قلت اللون الاسود اللون الاخضر الاحمر مثلا، على صعيد على صعيد الشخصي لا على صعيد الشخصي انا تجرأت ولبست بعض الالوان، يعني انا طول عمري وانا شاب كنت احب اللون الاحمر، لبست الزهر البارد وعمري ما كنت متوقع البسه، ولبست الاخضر وكان من المستحيلات كان من المستحيلات الاخضر، ولبست الكرميدي. هي هذا طبعا الشيء علاء لو متعلق بزوجتك الراقي، انها حاولت تورجيك الالوان بجماليتها صدقا. صحيح. الالوان انت ما بتشوفها، هلا الان الدراسات بحكي مره ثانيه، الرجال لا يروا الالوان،
احنا بنشوف مجموعه الوان بسيطه. المراه اكثر قدره على رؤيه الالوان على فكره، مش بس الالوان، هو عالم الموضه عالم نساء مش عالم رجال للمعلومات. يعني هو اكثر من بطلون ما عملوناش وبجوز مزعوا لنا اياه احنا رجال، لكن عالم الموضه هو عالم النساء، عالم العطور هو عالم النساء. فاذا انت بدك تلبس البس على ذوق زوجتك، اذا بدك يكون لبسك رائع. هون في ملاحظه للزوجات، في بعض الزوجات للاسف ومهم كثير ما عندها هذا الذوق بصراحه، يعني في بعض الزوجات ما عندها ذوق لبس الازواج وما بتكون مكترثه. لا انا بقول جزء مش من المسؤوليه بقدر ما هو جزء من الاهتمام على فكره، والحب. يعني الموضوع مش مسؤوليه، الموضوع مش واجب، الموضوع مش كوي عشان انا على القليل، لا الموضوع هو جزء من العلاقه المشاعريه الجميله، جزء من الاهتمام بالزوج والزوجه. زي ما الزوج كمان بقول لزوجته البسي هذا اللون بحبه عليك هذا الاجمل، بدي تلبسي هاي اللبسه احلى عليك. هو هذا الاهتمام بولد شراكه، بولد تعاون، بولد حاله التعاطف ما بين الازواج، لانه في النهايه انت تحب ان ترى زوجتك بهذا الهندام وهي بتحب تشوفك بهذا اللبس الجميل. هذا الموضوع يعني بصمات الزوجة على أناقة زوجها تسلط أم اهتمام؟ والله مش تسلط، لا اهتمام. يعني أنا بدي أروح ما قلت لك إحنا بنحاول نغير العقلية اللي موجودة، هو مش تسلط. لما أنا زوجتي بتيجي تقولي والله هذا أحلى عليك أجمل عليك، أنا واحد من الناس بحكي عن نفسي على رأيي، على في كثير من الأشياء ما كنت أرضى ألبسها أو نمط اللبس ما كنت أقبل ألبسه، بجوز بعقلياتنا الشرقية مرة تانية، ومش بس العقلية الشرقية، هو الرجل بالعادة بحب يروح لنوع نمطي محدد. لما أنا بصير أغير بصير بفرق علي، يعني أنا ألبس بدلة وبعدين ألبس سبور وبعدين ألبس رياضة بعدين ألبس أشياء، شو ماله يعني؟ يعني شو اللي إجى عليك؟ هو حقيقة هذا التنوع بيعمل لك تناغم، حتى أنت بتشوف حالك بطريقة غريبة، يعني الانسجام والعين البصرية. يعني أنا دائما بشوف حالي بشكل معين، لما تغير هذا الشكل بيأثر عليك. يعني الإعلاميين أنتوا أكثر ظهورا ممكن مرات مضطرة تلبس هذا اللون، لكن حقيقة لما بتحب تشوف حالك بهذا اللون بتميز أكثر. هو مش تسلط، هو شراكة، هو تعاطف. اللي بيشوفها تسلط هو عينه ناقصة على فكرة، وبكون عينه مغمضة عن علاقته مع زوجته، لأنه لما زوجتي بتهتم فيه أو أنا حتى بجد هذا الاهتمام، هذا جزء من العلاقة الودية. بل الزوجة كمان اليوم بتشتري لزوجها وبتلبق له الملابس اللي بتشوفها عليه، هذا قوة. أنا بدي أعطيك اللي هي العكس، إنه صار الحال اليوم طلب الزوج من الزوجة. يعني من الأشياء اللي بطلبها الرجل إنه أنا بحب اليوم إنه أنت تلبكي لي هاي لبسة لأنه أظهر فيها وأقول مين اللبك لي إياها، أو بعتبرها هي اهتمام زيادة، بعتبرها ممكن حب فائق. تلبيق الألوان، اختصار الوقت بالذات، الوقت طبعا جدا مهم، اختصار وقت جدا مهم بالملابس، وكمان ريحة العطر كمان هنا عالم آخر. شوف احنا والله شوف انا عجبتني عبارة جدا جميلة بحكوها احد العلماء، بقول لو انفق الرجل ثلث ماله بالطيب لا يعد ذلك اسرافا. السلام. طبعا انت لو طبعا مش طولت الراتب عشان الناس لكن هو المعنى قديش جميل انه يكون عندك التعطر والتطيب. احنا اشكاليها كبيره هاي القصص، عفوا بالكلمه. العطور هي لغه رقي ما بين الاشخاص بلا ترجمه، لانك انت لما تستخدم هذا العطر انا بشعر بحاله الانسجام ما بينك. طب تخيل لما تكون زوجتي حريصه علي، تخيل لما تكون بتجيب لي انواع العطور والبرفانات اللي بتكون شيء متعلق بالحمام، شيء متعلق بالعلاقه، شيء متعلق بتواصلك، شيء متعلق باجتماعاتك باهتمامك، هذا شيء مهم على فكره. والتطيب قلت لك كثير باسست بشكل جميل. اختصار الوقت على كثير مهم، لانه في النهايه هي لما بتلبي لك، ما احنا نرجع مره ثانيه مشان ما نضلش نعيب على حالنا، هي لما بتلبي لك بتشوف الالوان انسجمت سريعا، بصير انت حتى بنظرتك معقول اللون هذا مع هذا بزبط هذا اللون، بصير تقول لك هذا لابع علي، بس انت البسه بالفعل انت بصير تتغير في نظره الوانك ونظرتك لملابسك. في شيء كثير مهم انه الزوجه عندها ميزه مش موجوده عند الرجل، مش بس بتلبي لك الالوان، هي بتختصر مسافه الزمن، وكمان عندها وفره. يعني الوفره اللي عندها بحيث لما بتجعل بطلونك هذا تلبس عليه 20 شغله، يعني هي عندها قضيه قانون الوفره السيكولوجي موجود عند المراه، يعني عندها الوفره بطريقه تختلف عن الرجل. الرجل ممكن يشتري لبسه كامله تقولك لا بشتري هاي وهاي. شوف الزوجات بشكل عام حتى النساء او بنطلونين وخمس قمصان، بتلاقيها بالضبط، بتلاقيها عندها قانون الوفر بطريقه انه ممكن لبسه واحده تلونها وتشكلها بطريقه غريبه عجيبه. كيف لبق الجاكيت على هذا البنطلون على هاي اللبسه؟ ما تسالني كيف، هذا تخصصها. هذا البنفسج انا اول مره بحياتي بلبسه رسمي للعلم بعترف. فهذا الجمال، يعني هو بياسس العلاقه الوديه. وتخيل قديش بيكون علاقه تبادليه، فهي مش تسلط بقدر ما هو تبادل، هو تشارك، هو حب بلغه مختلفه شوي.
حتى ما يضلناش احنا دائما بلغتنا العربيه او اسف الكلتشر تبعتنا وثقافتنا انه احنا مركزين على انه المراه مستقويه على الرجل او الرجل يستقوي على المراه. لا، احنا اليوم بدنا ناسس على لغه الشراكه، لغه التودد بين الازواج، وهذه جزء منها الاهتمام في الهندان ما بين الزوج للزوجه وما بين الزوجه للزوج، لانه هذا كمان بينعكس على فكره. بتلاقي الزوجه المهتمه بهندام زوجها 100% مهتم بهندام أطفالها، بتلاقي الأطفال مرتبين على المسطر، يعني بتلاقيهم مكوي مرتب مرستع، بتقول هاي زوجة رائعة وراقية. والزوج بالعربي بحب المرأة ذات الاهتمام في البيت، وجزء من اهتمام البيت في الأطفال، وبنعكس عليه شخصيا، لأنه بيشعر بحالة الرقي وحالة الدفء العاطفي اللي احنا نفقدها في بيوتنا كثير على فكرة، لأنه كمان ضد الخصوصية، لغة الخصوصية المطلقة والمفرطة أنا ضدها، على العكس هذا مش خصوصية، هذا شراكة، هذا حب، هذا وئام، وهذا نوع من الاهتمام. يعني هو إذا ما اهتمت في ملابسه، وما اهتمينا في الأكل، وما اهتمينا في العلاقة، شو ضل العلاقة الزوجية؟ ضل يجي يروح من الدوام وينام. لا، هي جزء من الاهتمام وجزء من التفاعل الإيجابي بين الأزواج. صحيح. وتحدثت كمان إن هي الصورة النمطية للعائلة كمان تظهر من هالأناقة، سواء كانت للزوج أو حتى للأطفال. جابت له هدية وما حبها، يا ويل عليه. شوفي أنا دخلت موضوع كتير حساس على كل حال. شوفي الزوجة بالعادة، خلينا عشان ما نطلع بمواضيع بنفس موضوع الأناقة، هو جزء من حيث الجاكيتات، جابت له لبسة ما حبهاش أو جاكيت ما حبهاش، هو بصير معي هاي الأشياء. بس هي بتقدر تحببها للزوج. كيف؟ تهادوا تحبب ابتداء، لغة الهدية لغة محبة ابتداء. وأنا بعرف إنه الزوجة يعني بتواجه تحدي كتير كبير في تغيير عقلياتنا إحنا الرجال في اتجاه إنه نتقبل ألوان جديدة. وعلاء زي ما حكى إنه في لون لا ما بدي إياه، لا ما بيكون إحنا كيف مترسين حول إنه لا ما بدنا هذا اللون، ولكن حقيقة هي بتصير تقول له لا جبت لك إياه، جربه حبيبي كتير حلو عليك، طب خليني أشوفه لك، طب ألبسه لحالك. هي بتصير بالتدرج بقبل بالتدرج. لكن أنا بقول دائما وصيتي للزوجات ما تجيب إشي الطف، يعني ما تجيب له اللون اللي هو بقول لك بسامعتي طول خطوبتك معاه وعلاقتك اللي بكرهه، يعني الأصفر، فمش دبة واحدة تجيب الأصفر. والله حلو الأصفر بالآخر، الأصفر والله أصفر حلو للمعلومات. هو الألوان بتختلف، بس هي ما تدب له إياها دبة واحدة، يعني تبدا له بالموز أول شيء قبل الأصفر. لا يعني شوف الأصفر تبدا له بالتدرج بالجرافي، تبدا له يعني بالأشياء التدرجية، يعني هي ما تجيب له اللون الطف مرة واحدة، يعني هو بحبش هذا اللون بغض النظر شو اسم هذا اللون. أنا دائما ضد نصيح إنه تجيب له إياه مرة واحدة، يعني هو سيواجه، يعني الرجل بطبيعته سيواجه، سيرفض وسيجد بعض الأشياء. للأسف نرجع للثقافة إنه هذا نوع من أنواع إنها بدأ تحكمك في اللبس، وخصوصا إذا كان أفراد الأسرة، وإحنا أسرة عربية كبيرة جدا، بيعرف إنه محمد ما بيلبس هذا اللون، شو يا حبيبي مالنا يا حرام، موضوع قصة بيتشفى عليه. طب أنا كنت أحكي شغلة واللي هي موضوع التلبيق باللبس بالمناسبات. يعني بتعرف الأزواج مجبورة تكون طقم، مجبورة تكون أوكي تمام، أنا مع إنه نختار مع بعض ونلبس مع بعض، بس ممكن إنه يكون مثلا في لون ما بتناسب معي نهائيا، يعني احنا طالعين على مناسبة أو عرس أو حتى يعني ممكن يكون في العيد، لازم يكون القميص على لون الجاكيت أو على لون المنديل، أو يكون في قطعة من لبسة الرجل على المرأة. هذا أنا بحسه تسلط من المرأة شوي. شوف على لا، هو احنا مشكلتنا انه احنا بنفسر الامور انها تسلط، صدقني مش تسلط. يعني انا مره بتعرف بالعكس هاي صوره جميله على انه بحب الناس كمان بحب الناس. لا 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 ما هي طلع انا بدي اربطها بشغله كلمه، يعني في فرق بين انه انت تعطي الاشي لانه انت حابب تعيشه او تجربه، وفي فرق انه الناس شو بدهم يحكوا علينا. الناس اليوم بيقولوا الموضة هيك، الناس اللي هي العقلية النمطية. أنا ماشي، أنا متفق معك، لكن في جزئية خلينا نتفق عليها يلا. وهي يكون يعني لكل مشاهدينا، لا يعيبك كرجل أن يكون ثوبك أو لبسك منسجم مع لبس زوجتك، ما بيعيبك وما بيأثر على شخصيتك أو كيانك أو كينونتك، يكون في نوع من الانسجام. وعلى العكس أنا مع، أنا عندي أطفال توم على كل حال، وعندي مثل لما بكون مرات في لبس العيد خليلة. بحاول تكون تسلمي رب، بحاول تكون الألوان فيها انسجام. هذه لغة الألوان، لغة ود الألوان اليوم، لغة علاج ولغة تواصل على فكرة. صحيح. فقديش بيكون هذا اللون هذا مهم، وما بعيب حتى بالموضة. يعني أنا أوكي ما عندي بديش أكون مبالغ بالموضة، لكن ما بعيبني ولو كان جزء من لبسي قريب من زوجتي من دون المبالغات. أنا معك بعدم المبالغة، يعني اللي بيصير مرات مثلا بحفلات العرس ولا حفلات الشوف وغيرها بكون في مبالغة شديدة جدا في اختيار الألوان، إنه لازم يكون مصدر لا، هاي المبالغة أنا ضدها ومعك، إنه دائما أي شيء يعني لا إفراط ولا تفريط، أي شيء بيزيد عن حده بنقلم ضده. لكن إذا قدرت الزوجة بلغة الحب توصل المسج لزوجها من باب إنه هذا من باب الرقي، من باب ياسين، أو قال لك ما عندي مشكلة أورجي الناس شيء حلو، يعني ما ضده كمان
قصة الناس الناس. أنا مش مع الإفراط ولكن مش مع التفريط برضو كمان. أنا مع أني أطلع بشكل جميل أمام الناس، أنا مع الصورة الجميلة أمام العائلة، ما عندي مشكلة. كمان حلو أنه أشقائي وشقيقاتي وأهلي يطلعوا علي أنها زوجتي مهتمة فيه، بتلاقي نوع من الود. ما بصير أحكي لك بصراحة، إحنا بنشوف بعض الأقرباء والله قلبتك يعني، والله ما أنت العفش كان صار يعني عفوا، بتلاقي بعض الشباب كان والله مهتم بحاله، لا بحلاقته عفوا ولا بزيه ولا بلبسه ولا بعطره، بتلاقي بتزوج بصير مسطرة ماله. وهذا الإشي اللي بدنا إياه صحيح. وهذا اتكيت على كل. تعرف أحكي لكم شغلة، إحنا بندفع يعني الشركات اليوم تدفع مئات ألاف الدولارات بس عشان ندرب دورات بشيء اسمه الاتكيت في الأعمال، البزنس اتكيت. بكون تدريبنا للموظفين والموظفات اتجاهات جديدة نحو اللبس. تعرف أقل الناس معانا مواجهة هم المتزوجين، أسهل الناس هدول. لما بتيجي تقوله بيجي يحكي لك قصصه على القديم، إنه والله أنا أيام الزواج بصاحي بس مزبوط يحكي لك دكتور، بس الجرافي خانقتني. هلا بدك تلبس جرافي، في بعض المواقف ما بتزبط من دون جرافي، من دون بابيوني ما بزبط. هذا برستيج، هذا إتيكيت بدك تنسجم معه. المتزوج أسهل على كل. أنا بدي أختصر شغلة، تكون نجرته وقدام نوره يعني، وراء كل رجل عظيم امرأة. خلص هاي انا بدي اكد عليها، هاي اجت من فراغ، هي بقرب هاي اتاكد فيها، اتاكد فيها على صعيد الاعمال، على صعيد النجاح، وحتى على صعيد الاناقه والشكل والتشارك لما نكون في حب. بشكرك كثير دكتور محمد بشارات، اخصائي التنميه البشريه. ونورا احنا يعني الوقت دهمنا دهمنا صحيح، ولكن هلا لننتقل لزميلتنا بيداء معمر لتتحدث عن سوق الزاويه التاريخي في غزه بهالمحطه الخاصه، بنشاهدها معا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم رح نتعرف على معلم تراثي عريق في المحافظات الجنوبية، ألا وهو سوق الزاوية الذي يقع وسط مدينة غزة والذي يعود تاريخه لآلاف السنين. بين أروقة هذا السوق سنجتمع عبق التراث الفلسطيني الأصيل بسبب قدم بناء هذا المكان. رح نعرف أكثر عن تاريخ هذا السوق وزواياه في ذاكرة الناس، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، بين أروقة هذا السوق سوق الزاوية نلتقي بالحاج أبو وائل كريم. حاج أبو وائل يسعد صباحك ويعطيك ألف عام. أهلا وسهلا، نحيي هذه القناة فلسطين، فلسطين هذه في القلب يعني. نعم كل التحية لك. يعني حاج أبو وائل، أكيد أنه هالسوق اللي معروف بقيمته التاريخية وأيضا بوجود الناس والزوار له باستمرار، لو بدنا نحكي عن تاريخ هذا السوق. تاريخ قديم خالص يعني، من الصغر، من عمري الآن 76 سنة، من الصغر وأنا باجي مع والدي من 6 سنوات والسوق هذا موجود، وفيه كان الحبوب والشعير، وفي من جميع ما يوجد في هذا السوق، بيجوا من جميع المناطق، من الجنوب من الشمال في هذا المكان، جميع ما يعني جميع الموجود في هذا السوق، ولا يخص أي شيء لأي، في مناسبة العيد، في مناسبة أي، في الفرح، في أي مناسبة موجود في هذا السوق من الصغر. بحد هذا السوق الجامع العمري الكبير، وأيضا في هان مسجد الهنود، زاوية الهنود، ومسجد الوزير من المساجد القديمة، ولا بخص أي شيء. طول حياته هذا المسجد يجب السكان، في يجوا جميع الناس يشتروا من الجنوب والشمال، موجود من الطبيعة. مثل ما انت ذكرت انه وجود هاي الاماكن الاثرية مثل المساجد بتعطي اهميته لهذا السوق. تتذكر وانت صغير مثل ما انت قلت كنت تطلع مع الوالد تشوف هالسوق بشكله المعماري الهندسي بيختلف عن اليوم ولا مثل ما هو وتطور؟ في شوية اختلاف، ما هو موجود زي ما هو، الاماكن زي ما هي، الشوارع زي ما هي. يعني اللي بيجي من بعيد بده يصلي في الجامع العمري بيتسوق من هذا السوق، لأنه ما بخص على أي صاحب بيت أو تاجر من هذا المكان، من جميع ما يوجد ما بخص عليه أي شيء. يعني يمكن هذا
هذا ما بيميز السوق أكثر، إنه كافة المستلزمات الحياتية موجودة في سوق الزاوية. يعني حديث مهم معك بهالذكريات اللي أنت بتتذكرها، وأيضا بما أدللت لنا بأهمية هذا السوق. شكرا جزيلا لك حاج أبو وائل كريم، ومنكمل معكم مشاهدينا الكرام مع الناس أكثر في هذا السوق. خليكم معنا. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في سوق الزاوية، وهلأ إحنا في الذهب يعني بالذات. أول شيء بنتعرف على الأستاذ معنا، يسعد صباحك. صباحك فل، أهلا وسهلا بيكم أنتوا في القصرية في سوق الذهب، أكبر سوق في قطاع غزة. هذا أكبر سوق في قطاع غزة، سوق الذهب، بنسميه القصرية بجوار جامع العمر الكبير في قطاع غزة. أهلا وسهلا بيكم. أهلا فيك يعني أستاذي، الاسم بس معلش. عادل طبازة. لو سهلة فيك يعني أستاذ عادل. طبعا إحنا في هذا السوق فعلا مثل ما أنت قلت هالأثري، وإحنا هلأ في يعني خاصة في الذهب، ومثل ما إحنا شايفين هالنظام الهندسي الجغرافي بهالممر الضيق، لكن له أهميته وقيمته التاريخية. لو بدنا نعرف من خلالك على هالسوق وزوايا سوق الذهب القيصرية. هذا انبنى أيام قبل 3200 سنة، كانت معبد عملوه على الطاقة الشمسية، اللي كانوا يسكنوا غزة فعملوا هذا قلعة لهم. عندك الأثار، لازم تهتم في هذا الجامع، تهتم فيه وفي عمايله، وإحنا كل كم من سنة بعملوا له ترميمات يا أختي، وفي له ترميمات. هذا هو كويس لحتى الآن زي ما كان في الأول، بس ممكن عملوا له أشياء زاوية خفيفة، قصروا عملوا دهنوا صار يعملوا فيه أشياء زيك. أما هو على البنى القديم، هذا المبنى فوق 3200 سنة، هذا عمره يعني عمر طويل لهذا السوق. أيوة. وهذا الإشي عريق لسوق الزاوية. يعني سيد عادل طبازي، يعني أدللت لنا بهذه المعلومات لهذا السوق، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. يعني ومنستمر معكم مشاهدينا الكرام يعني في هذا السوق، وخاصة في جولتنا اليوم لسوق الزاوية في أكثر من محل معنا اليوم. وخلينا نصبح على أحد المحال تجاه أصحاب المحال التجارية الموجودين هون خاصة في الذهب. يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، صباحك. نتعرف على حضرتك. أبو الياس الطرزي. أهلا وسهلا فيك أبو الياس. يعني أبو الياس، إنه هالسوق إحنا اليوم نتحدث عن سوق الزاوية ومدى حضرة هذا السوق وبتاريخه الطويل، كيف أنت شايف مدى إقبال الناس على هذا السوق؟ من ناحية تجارية ولا من ناحية يعني المكان؟ من ناحية إنه تراسي يعني هالمكان أكثر، هل إنه مثل السابق بعج فيه الزوار لإله، كل الناس بتلجأ لإله هالسوق؟ والله بظل الوضع هذا كل شيء، حتى السياحة فيش الواحد له نفس يتفرج على إيش يصير. أكيد الوضع شوية تعبان في كل شيء، الوضع مأثر حتى على يجوا أطفال يتفرجوا. اليوم بنشوف إيش هذا الإشي، يعني اختلف الأمر، إنه الوضع كان قبل سابق أفضل، فكان مهيئ الفرصة للناس حتى إنها تيجي على هالسوق. المعالم الأثرية الواحد بتفرج عليها، بتعرف على تاريخ البلد اللي عايش فيها. بس اليوم كل إشي تكاليف، فالناس أكيد كل إشي تغير عندها، يعني كل إشي مكلف فعلا. فهذا اليوم إحنا بنتمنى يتحسن الحال ويكون هالإقبال أكتر على الأسواق، وخاصة إنه سوق الزاوية. شكرا كتير إليك، وخلينا نكمل يعني جولتنا اليوم. مشاهدينا الكرام، الجميل في هذا السوق أنه يوجد فيه جميع المستلزمات الحياتية التي تلزم كل مواطن في قطاع غزة. كنا في الذهب، هلأ متوجهين للعطارة والبهارات والمكسرات. أول إشي منصبح عليك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، الله عافيك. تعرف على حضرتك. محمد بلبل أبو أحمد. أهلا وسهلا أبو أحمد. أبو أحمد طبعا في هذا المحل أكيد له سنين، خلينا نتعرف على محلك والمنتجات اللي عندنا. والله إحنا هذا محلنا، مش هذا المحلنا الأصلي، محلنا الأصلي اللي قدام شوية من أيام الوالد الله يرحمه، يمكن تقريبا من سنة 60 أبوي افتتح المحل. فكان يعني من قبل 60 كان يشتغل برضه في السوق هنا، فيعني الحمد لله إنه يعني زمان إحنا في السوق، محلات بلبل يعني تاريخ إحنا في السوق. البعض يعني بيلجأ لأنه يجي على سوق الزاوية، حتى بقول إنه البهارات تمام، المكسرات بتكون إنه طازة، الطحن بكون أول بأول. شو مدى يعني خبرتكم في الأسواق وفي المحلات حتى إنه تستقبلوا ناس أكثر في السوق؟ بداية السوق هذا تاريخي وأثري، ومعروف إنه يعني بالحاجات الممتازة، وتصف بالحاجات الكويسة والطازة، لأنه البهارات لحال، المكسرات لحال، الزيوت لحال، التمور لحال، كل إشي له قسم لحال. فالناس تيجي يعني من آخر الدنيا على سوق الزاوية. سوق الزاوية تاريخي، بضاعته نظيفة،
جودته عالية. يعني يمكن أقول لك من أمريكا الناس بتروح بتسافر بتاخذ من عندنا، من السعودية بيجي بيسافروا وبرضه بياخذوا بضاعة من عندنا، من السعودية بيرنوا عليهم بيقولوا هذا من سوق الزاوية بزر ودقة وزعتر. أكيد ما في أحلى من ريحة البلاد، وحتى بالأكلات وبكل إشي إحنا بنعمله بإيدينا في غزة. شكرا جزيلا لك أبو أحمد، نتمنى لكم إن شاء الله الخير والرزق لمحلكم. خلينا معكم مشاهدينا الكرام ونستمر أكثر في جولتنا ونشوف إنه الناس اللي متواجدة إنه هون، وأكثر من شغلة إحنا شايفين في هذا السوق ما بيقتصر على العطارة والزيوت والبهارات، أيضا في قسم الخضار والفواكه هون، حتى إنه وجود هاي الشغلات بتشجع الناس حتى يشتري كل الأشياء مرة واحدة من هذا السوق. خلينا معكم مشاهدينا الكرام، يعطيك ألف عافية. لا فيك. يعني أنت اليوم جاي على السوق ومعك هالبنتين الحلوات، أول شيء طمنونا عنكم، كيف أموركم؟ الحمد لله. طيب هلأ أنت جاي على السوق الزاوية بالضبط حتى لشو تشتري؟ إيه طبعا بندورة وخيار وبصل. يعني بتتسوق إيه؟ بتتسوق. كيف بتشوفي سوق الزاوية مدى جماله بأهميته؟ أنا طول عمري يعني، وأنا كنت أهلي بالشيخ رضوان، لازم لما أروح لازم أمضي، يعني لازم أمر، لأنه أنا ساكنة بساحة الشوة، فلازم يعني إلا أعدي منه. في شغلات بتلاقيها مش موجودة في الأسواق لكن موجودة في سوق الزاوية، شو هاي الشغلات ممكن؟ بالذات سوق العطارة أنا كثير يعني بحبه كثير وبلاقي كل حاجة فيه، يعني هذا الشقة اللي أنا فيها لقيتها، بلاقي يعني حاجات لأولاد الصغار، يعني متناول يعني كل شغلات إنه يعني مرغوبة ومش موجودة للكل. طبعا شكرا كثير لك. مشاهدينا الكرام خلينا نشوف أحد الشباب الموجودين هون في المحل، يعطيك ألف عافية ونتعرف على حضرتك. الله يعافي قلبك مهند. أهلا وسهلا مهند. مهند طبعا أنت في هذا المحل وأكيد له سنين هذا المحل بمنتجات وكذا، لو بدنا نتعرف من خلالكم هذا المحل إيش مدى الناس بإقبالها على المنتجات اللي عندكم؟ تمام. هذا بالنسبة للسوق، سوق الزاوية يعني منذ القدم من زمان بتنوع بعدة مواد غذائية، يعني على طرفي السوق بضاعة مكدسة من هان من جميع، يعني مواد غذائية، مواد تنظيف، مواد عطارة، فعشان هيك السوق عادة بتنوع عن باقي أسواق غزة لمدته التاريخية القديمة أولا، ثانيا يعني تصنيفه بتصنف للعطارة والأعشاب الطبيعية يعني القديمة، فمن خلال الأعشاب والعطارة فتأسس هذا السوق على هيك يعني، وحركة السوق حتى تشكيلة السوق خلينا نحكي بالعامية، يعني تبسيط البضائع، تبسيط البسطات، يعني بترتب أو بتصنف كيف موديل التراث. شكرا كثير لك مهند. يعني بالفعل مشاهدينا الكرام اليوم هذا السوق، سوق الزاوية اللي هو يعتبر بهالمظهر الحضاري والعريق وتراث أيضا لفلسطين. هون يعني نكون وصلنا لختام هذه الفقرة بالعودة إلى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح، ويسعد صباحكم من جديد. نشكر زملائنا بغزة وهالجولة بهالسوق الشعبي التاريخي، أكيد مميزة جدا، والله يجمعنا فيكم دائما ونلتقي فيكم بكل الخير بمحطاتنا المستمرة معنا ومع الكل، كل المشاهدين نورا. أكيد دائما بنحب نكون مع المبادرات الشبابية، المبادرات الطلابية اللي بيشتغلوا فيها بجانب خيري، هدول مستقبل البلد، ودائما بحكي وبركز إنهم مستقبل البلد لما يكونوا شباب بأعمار صغيرة عم بفكروا ليأمنوا تبرعات ودعم لأيتام أو أطفال أو شو مكان، بعتبر أنه لسه الدنيا بخير والبلد بخير بهيك جيل. صحيح، ونتحدث كمان عن التطوع والتفكير بغير لهالمجموعة يلي رح نتعرف عنها هون عنا بفلسطين اللي قد قدمت مهرجان فرفش الخير. تفاصيل هذا اليوم اللي نظمت وتفاصيل هالمهرجان رح نتعرف عليه مع ضيوفنا القائمين على هذه المبادرة. في الاستوديو برحب بأحمد حمد من القائمين على المهرجان، وأيضا من القائمين نور الشمالي ونغم ضيف الله. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، شرفتونا بالبداية. بدي أبلش مع نغم على طول هيك مقابل. نغم يسعد صباحك أول شيء. بالبداية فرفش كانت مبادرة من خلال برنامج أنتوا عم تاخدوه اسمه الأكسس، تعرفينا أكثر عن هذا البرنامج وانضمامكم تجمع هالمجموعة الرائعة جدا، وكيف إجت في بالكم فكرة فرفش والعمل الخيري اللي بلشتوا فيه واشتغلتوا أكيد. بداية ثانية يسعد صباحكم، شكرا على الاستضافة الحلوة. احنا مجموعة طلاب أكسس 13 قررنا انه نعمل مشروع
اسمه كوميونيتي سيرفيس، الخدمة المجتمعية، نقدم لو إشي بسيط للمجتمع. فإجتنا فكرة إنه نعمل مهرجان، مهرجان يكون خيري. كان المهرجان خيري وترفيهي، بالإضافة إلى إنه ترفيهي كان خيري، فإنه الناس اللي إجوا كانوا مبسوطين كتير، وبالإضافة إنهم ساهموا لو بإشي بسيط إنه يتبرعوا لأطفال أيتام ليرسموا البسمة على وجوههم. ممتاز. نتحدث احنا عن مهرجان خيري، فبالتالي هون ريع هذا المهرجان رح يكون في فئه مستهدفه مخصص لها هذا المهرجان، تعطينا هيك تفاصيل اكثر لمين الفئه اللي فكرتوا فيها وقديش قدرتوا من خلال هذا المهرجان تساعدوها؟ احنا المهرجان كل المصاري طلع منه ان شاء الله رح نوديها للايتام، وخصوصا للعائلات الفقيره في مختلف انحاء الوطن. فاحنا ان شاء الله راح نودي المصاري لجمعيه عطاء فلسطين الخيريه اللي راح توزع المصاري عليهم في اكثر من منطقه في البلد ان شاء الله. ابو حميد، الجزء الذكوري مهم جدا دائما بالشراكه، واحنا مع الجندر دائما، الصبايا والشباب بيكملوا بعض بهالبلد. بدنا نحكي اكثر قديش كان اخذ منكم وقت تنظيم هاي الفعاليه. قلت انه عطاء فلسطين هي كانت الراعي لكم واللي هي كانت الداعمه. الفكره بلشت ليش فرفش كان الاسم